مباراة الوصيف جمعية أولمبي شليف بضيفه اتحاد عنابة جرت دون حضور الجمهور بسبب العقوبة. الاتحاد دخل في صلب الموضوع منذ البداية عندما فشل غماري في ترجمة انفراده بالحارس سحنون إلى هدف التقدم. رد الأولمبي تأخر إلى غاية الدقيقة 35 بكرة ثابتة مرت فوق مرمى الحارس بن مالك، ثم مخالفة مريلي التي انبرى لها هذه المرة حارس الاتحاد. أخطر فرصة في المباراة كانت عبر ركنية جاهل التي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى العنابيين لينتهي الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب. الشوط الثاني دخله اتحاد عنابة بقوة، وكاد مدافع الجمعية أن يباغث حارسه بكرة عكسية لتتحول إلى ركنية كاد على إثرها بوعافية أن يوقع أول الأهداف. في المقابل جاهل سدد بقوة لكن كرته جانبت القائمة بقليل. الدقيقة 78 الحكم بوسليماني يعلن عن ركلة جزاء لصالح الأولمبي بعد لمس الكرة ليد مدافع الاتحاد، ركلة احتج عليها المدرب مواسا. بن حملة نفذ بنجاح مانحا فريقه التقدم. بعدها احتج لاعب اتحاد عنابة على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم. ليعيش دفاع الأولمبي لحظات عصيبة في آخر أنفاس المباراة التي انتهت بفوز ثمين للشلفاوة. هذه الأخرى